هود اي خطر. بعد هيك بنفتح الهود وعرفنا ايش الاشياء اللي بنشيك عليها. بنشيك على زيت المحرك، زيت الترانسميسيون، زيت الفرامل الفرين، بنشيك على المي تبع الرادياتير المبردة، اوكي، بنشيك على البطارية، بنشيك على السير الإشارة انه سليم ولا لا. نكتفي بهذه التشييكات في هذه المرحلة الأساسية من الديفنسيف درايف. خلصنا، بنقفل الهود وبعدين بنظبط المرايا. عشان نظبط المرايا صح، أرجوكم لا تتطلع في المرايا وتشوف سيارتك. هي مش مرايا للمكياج في البيت، المرايا تبعت السيارة مخصوص حتى نشوف بيها السيارات اللي بحوالين السيارة. فأرجوكم اجعل الزاوية تبعت المراية منفرجة تمام الانفراج حتى تشوف بيها افضل بلايند سبوت، اوكي. احيانا الراس تبع السيارة مثل هذا النوع تبع الكرسي يكون ضخم كبير كثير والسقف منخفض، المراية الوسطى ما فيك تعتل عليها كثير في رؤية الزاوية العمياء. لكن لو انت في باص او في هايب السيارة مرتفعة وما فيش عوائق بصرية بين المراية وبين الجانب الايسر للسيارة، تعديل المراية حتى تشوف الجانب الايسر ورا كتفك الشمال، عرفت كيف؟ هيساعدك في كشف الزاوية العمياء البلايند سبوت. بنقول كمان وانت جالس اذا عندك روماتيزم في الرقبة ومش قادر تلف راسك، لما تقدم راسك للامام زاوية الرؤية بتنفتح اكثر، فبتقدر انك تشوف الزاوية العامة. لما بدك تعمل باركينج ارجوك اعمل ريفيرس باركينج وحافظ على مسافة متساوية من هذه الميلة ومن هذه الميلة حتى لما بدك تقلع يكون التقليع سهل. في اي اسئلة عندكم؟ في الأخير أنا بتشكر ديانا على تبرعها بالسيارة تبعتها وعلى تقبلها للأسئلة اللي هي smart questions، بس أحياناً ده بنجيل شوي تابعينا. وبشكر الشباب كلهم على المشاركة وعلى التصوير. تفضل حزولي. أنا يومياً لفهم سيارته مجبرين بس كزيور مرة بالأسبوع أو مرة بالشهر. أنا أتفق معك، أتفق معك، ولكن إذا كنت على الكونزيرفاتيف سايد أوف ذا ايمج على الجانب الاكثر محافظه او اذا بتشتغل في مكان ريسك يعني احنا كنا